بعد 40 سنة من توليه رئاسة الوزراء في كمبوديا ليكون ضمن أطول الزعماء حكما في العالم. ها هو رئيس الوزراء الكمبودي يغادر منصبه، لكنه ترك وراءه اسم العائلة باقيا في الحكم. فقد أمر ملك كمبوديا نوردوم سيهاموني بتسليم السلطة لنجل هون سين رئيس الوزراء السابق، الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية في يوليو الماضي التي نددت بها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووصفوها بغير النزيهة. الملك أصدر مرسوما بتعيين هون مانيت رئيسا لوزراء مملكة كمبوديا، الذي كان عضوا في اللجنة الدائمة للحزب الحاكم، وهو قائد الجيش الملكي الكمبودي منذ عام 2018. كما حذر والد مانيت رئيس الوزراء السابق بأنه في حال تعرضت حياة ابنه لخطر شديد فسيعود لتولي رئاسة الوزراء، فيما سيتولى هون سين رئاسة مجلس الشيوخ أوائل العام المقبل ورئاسة الدولة بالإنابة في حال سفر الملك.